بسم الله الرحمن الرحيم. أيها العفل الكريم، متابعينا الكرام ومستمعينا الأفاضل، أحيي بكم وأرحب بحضراتكم من جديد في انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وشوطنا السادس عشر ينطلق بحفظ من الله وتوفيقه، يحمل منافسات الأبكار من فئة المحليات الأصائل الإنتاج، وأول أشواط الإنتاج يسير بحفظ من الله وتوفيقه. نتمنى التوفيق والنجاح للجميع. هنا مباشرة نسير إلى المركز الأول وإلى الصدارة، إلى مقدمة هذا الشوط، إلى المركز الأول. هناك متعب المحمد بن ناصر بالعوضية المنهالي، بينما المركز الثاني وصلت احتفال سعيد بن محمد بن حليس العفاري، بينما انتقل إلى المركز الثالث للريم لمبارك بن سلطان بن قران المنصوري، بينما المركز الرابع هنا تحركت مع هذا الانطلاق النايفة لناصر بن بخيت بن ناصر بن نوبي العامري، بينما المركز الخامس مطرة لحسن بن عبد الله بن غليطة الغفري، والمركز السادس تحركت في هذه اللحظات الغزي لمحمد بن حمود بن راشد بن طريبيش المنصوري، بينما المركز السادس سادس المراكز مهمة لمسلم بن حمد بن قناص العامري، بينما المركز السابع وسابع المراكز الوصول والانطلاق هناك من مصيحة لعلي بن ساري بن علي بن محمد المنصوري، والمركز الثامن ثامن المراكز الوصول هناك من الحروق لمحمد بن عامر بالبحري بن نوبي العامري، بينما هنا التحرك الآخر يبدأ من خلال هذه المنافسة على المركز العاشر، هذه سلهودة لسالم بن راشد بن جمعة الحكماني. هكذا متابعينا الكرام، هكذا النداء الأول للمراكز العشر الأولى المتقدمة والمتحركة في هذا الشوط وفي هذا الأداء الجميل، لكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة، العودة إلى القيادة، العودة إلى مقدمة هذا الشوط. هنا نتابع هذا الأداء الجميل، هنا متعبة 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 على المركز الأول لمحمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي يتصدر المشهد ويقدم لنا شعارة، بينما احتفال بالمركز الثاني لسعيد بن محمد بن حليس العفاري غيرت مباشرة إلى الصدارة، بينما المركز الثالث الريم القادمة هنا بشعار مبارك بن سلطان بن قران المنصوري، والمركز الرابع تحركت مصيحة لعلي بن ساري بن علي بن محمد المنصوري، بينما المركز الخامس هناك الغزيل محمد بن حمود بن راشد بن طريبيش المنصوري، وصلت في هذه اللحظات وصلت مطفية لأحمد بن خلفان بن نايع النعيمياتي مع مطفية في هذا الأداء المتميز والجميل في هذا الشوط، في هذه المنافسة، في هذا الإبداع المتواصل على أرضية عاصمة الميادين. هنا المركز السادس الغزيل محمد بن حمود بن راشد بن طريبيشة المنصوري، والمركز أيضا السادس بل المركز السادس نعم في هناك النائفة لناصر بن مخيط الناصر بن نوبي العامري، بينما سابعا تحركت مهمة لمحمد بن حمد بن عمري حمد بن عوض بن زيتون المهيري، القادمة ثمينة 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 بشعار أحمد بن سالم بن أحمد بن درية الفلاحيات، هنا في هذه اللحظات يقدم لنا شعاره، يقدم لنا انطلاقة هذا الشعار الكبير الذي يا ما صال وجال في عالم السباق. بدأت المنافسة، احلوت المنافسة، احلو الصراع في هذا الشوط وفي هذا الأداء الجميل والمتميز هنا في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة، ولكني أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة، أعود إلى القيادة، أعود إلى الريادة، أعود
يعود إلى الإبداع الأول. راحت احتفال، بدأت تحتفل لحالها، بدأت تحتفل على المركز الأول بأداء جميل هنا في هذا الاندفاع الجميل هنا بأول أشواط الانتاج، الشوط الأول للانتاج، واحتفال لسعيد بن محمد بن حليس الإعفاري. بدأ يعلن الطواري هنا على المركز الأول ويقرد لحاله خارج السرب افتتاحية الكيلو المتر الأخير. ما شاء الله تبارك الرحمن. المركز الثاني بدأت مطفية لأحمد بن خلفان بن نايع النعيمي، بينما المركز الثالث ريمة لحمد بن عوض بن زيتون المهيري. رابع المراكز وصلت الريم لمبارك بن سلطان بن قران المنصوري. خامسا ثمينة لأحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. يهو شوط، يهو إبداع، ولكن خلاص احتفال 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 إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى الإبداع. العصا في البطان بدون اي توامر، والاداء ذاتي، الاداء مميز، الاداء كبير، ما شاء الله. شوف تابع الابداع، تابع الامتاع، تابع المتعة. ولكن وصل بن قران هنا مع الريم مبارك بن سلطان بن قران المنصوري، ولكن احتفال، احتفلي بهذا الاحتفال الجميل وطيري الى المركز الاول بابداعك الكبير. هذه احتفال، تهانينا والناموس لسعيد بن محمد بن حليس الإعفاري على هذا الفوز والانتصار. لحظات الوصول ولحظات الإبداع ولحظات التميز وأول أشواط الإنتاج في قبضة احتفال سعيد بن محمد بن حليس الإعفاري. ثاني الناموس، المركز الثاني ريم مبارك بن سلطان قران المنصوري، المركز الثالث ثمينة أحمد بن سالم الدري الفلاحي، المركز الرابع هنا مطفية لأحمد بن خلفان بن نايع النعيمي، والمركز الخامس كانت الحروق لمحمد بن عامر بالبحري النوبي العامري. إذن متابعينا الكرام، شاهدنا المنافسة الجميلة والتحدي الرائع، ولكن نعود بالتوقيت الزمني 7:32 وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك احتفال سعيد بن محمد بن حليس العفاري، بينما الريم أتت بالمركز الثاني لمبارك بن سلطان بن قران المنصوري. والتوقيت الزمني 7:36 وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا الناموس، ثمينة أتت بالمركز الثالث لأحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. والتوقيت الزمني 7:42 جزءا واحدا من الثانية. تهانينا.